يقول: طفل عمره 6 سنوات اشترى كيسا من البطاطس بريال واحد، فوجد بداخل هذا الكيس مبلغ وقدره 500 ريال وضعت كجائزة، فما حكم ذلك؟ حكم هذا أنه لا يجوز له، يرد على أهل المحل، يرد الدراهم على أهلها، وماله إلا البطاطس فقط، ماله إلا البطاطس فقط التي اشتراها، والمبلغ يرده على أهله. نعم.